وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يقول إن التقرير الحكومي نصف السنوي فيما يخص أدائها مليء بالمبالغات والأخطاء في الأرقام والنسب، كيف ترى هذا التقرير وما جاء فيه مقارنة بأداء حكومة عادل عبد المهدي؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين أخي الكريم. حياك الله. التقرير الحكومي لا يختلف عن التقارير السابقة طوال 16 عاما من عمر حكومات الاحتلال التي تخضع لأجندات إيرانية وأمريكية واضحة، لذلك فهذا التقرير سواء مبالغ به أو غير مبالغ به فهو لا قيمة له أمام الشارع العراقي، لكون هذه الحكومة لم تقدم أي شيء للشعب. لذلك حالة الفقر وحالة التخريب للبنى التحتية وفي كافة أرجاء العراق تثبت فشل هذه الحكومة والحكومات السابقة. لذلك هذا التقرير لا قيمة له مطلقا، وسواء تكلم عنه عمار الحكيم أو لم يتكلم. عمار الحكيم يتكلم من باب السعي للاستئثار بالأموال والسلطة مثلما جاءوا مع دبابة الاحتلال ولتنفيذ أجندات. هو شيخ، يعني السؤال الأهم إن كان أداء الحكومة هو ما جاء في التقرير الذي ظهر أخيرا، إذن فلماذا أو ما حاجة العراق للتظاهرات التي تخرج في أغلب مدنه والتي تطالب بالتغيير؟ لأن فشل العملية السياسية أخي منذ البداية، والتي شخصتها كل القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، شخصت بأن هذه العملية السياسية ستصل إلى طريق مسدود ولن تستطع أن تقدم أي شيء للشعب ولا للعراق، لا من خدمات ولا من نهوض ولا من تقدم ولا من تطور. لذلك فترى هذه المظاهرات سواء بدأت بالمناطق الغربية وبحجة قمعها حول أو اتهامها بأسماء ومسميات، ولكن الآن التظاهرات تخرج من أولئك الذين كانوا يتاجرون بهم باسم المذهب وباسم العقيدة وباسم آل البيت. الآن لم يحصلوا على شيء، وثبت صحة ما شخصت القوى الوطنية المناهضة للاحتلال بأن هذه العملية السياسية عملية فاسدة جاءت بوتور ودكاكين سياسية تحاول الاستئثار بالسلطة وبالمال العام دون أن تقدم شيء للشعب. لذلك هذا التقرير، نعم سواء كتب أو لم يكتب، هذا واضح، لأن الشمس إذا بزغت فسيراها الجميع، وإن الدخان إذا تصاعد سيراه الجميع. لذلك هذه الحكومة لم تقدم شيء كما سالفتها من الحكومات. هناك من يرى أن هذه التظاهرات هي تظاهرات كيدية بين شركاء العملية السياسية أنفسهم، يضربون مثل بالتظاهرات التي خرجت في البصرة من قبل أنصار عمار الحكيم نفسه. ما تعليقكم؟ أخي الكريم، نعم هناك تظاهرات تخرج عفوية من قبل الشعب تطالب بالحقوق، لكن هؤلاء الذين استأثروا بالسلطة وبالمال العام يستغلون ويدفعون أنصارهم إلى هذه التظاهرات لتسييسها أو للمتاجرة بها لصالح أحزابهم. لذلك لا يمكن اعتبار كل التظاهرات بأنها تخرج من قبل جهات سياسية مشاركة بالحكومة، ولكن هناك من يركب الموجة بمحاولة للتأثير على الأجنحة السياسية الأخرى المنافسة له من الأحزاب والدكاكين السياسية التي تسلطت على العراق في غفلة من الزمن وفي ظل ظرف الاحتلال. طيب، في ظل الصراع بين شركاء العملية السياسية، هل تعتقدون أن هذا تمهيد لتصدع هذه الكتل بعد الخلافات التي باتت قوية بينهم، وما ينذر بنهاية هذه الحقبة السوداء في تاريخ العراق؟ أخي الكريم، هذا التصدع هو موجود، وإن من يجمعهم هو الأجنبي، ولن تجمعهم أي حالة وطنية للنهوض في العراق مطلقا. لذلك هذا التصدع موجود، ولكن عندما ترسل عليهم إيران هم ينفذون أجندتها ويمررون مخططاتها لصالح إيران. لذلك ترى حرق المحاصيل الزراعية وقتل الأسماك وتسليم النحل وكل ما جرى من هذه الأمور كلها
من أجل تنفيذ أجندات خارجية على حساب الشعب العراقي وعلى حساب مآسيه وثروته ومقدراته وأرزاقه. الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس عشائر ومجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.